هنا كمان قبل ما يعني ودايما بنحيي حضرتك الجزء الخاص بغزة، ماذا عن التنسيق والتوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي اليوم في الموقف وتهديدات نتنياهو فيما يتعلق بالدخول إلى رفح بغض النظر عن المجتمع الدولي؟ إيه اللي تم في هذا المجال؟ السيد الرئيس طالب الدول الأوروبية اليوم بالعديد من الأمور، وكثير منها أظن كان منعكس في كلماتهم في المؤتمر الصحفي. يعني رئيسة المفوضية الأوروبية قالت أنه لا يمكن القبول بعملية في رفح، هذا موقف متطور. الرئيس قال بوضوح شديد جدا أن الوضع اللي بيحصل في غزة أمر لا يحتمل الضمير الإنساني، ولا يعني يجب ظننا أن الضمير الأوروبي لا يحتمله، ولا يجب أن يسمح باستمراره. الوضع الإنساني وصل إلى مستوى الكارثة، هناك مجاعة فعليا الآن في القطاع. هذا أمر لا يمكن السماح باستمراره بهذا الشكل على الإطلاق، وهناك توافق كامل مع موقف مصر في هذا الأمر. ولكن الأهم من ده يا أستاذ أحمد، وده مهم جدا أن احنا نقوله بوضوح وبصراحة مطلقة، يعني علشان نبقى واضح من أولا ما اليوم قمة اليوم والحزمة الاستثمارية المالية هي جاري العمل عليها من أكتر من حوالي سنتين تقريبا. دي أول نقطة، مش مرتبطة بالكلام غزة وغيره. لا ده مش بس كده، يعني ده السيد الرئيس النهاردة منذ أول اجتماع مع رئيسة المفوضية وصولا لنهاية الاجتماعات قال أن مصر ليس فقط لا تقبل التهجير القسري إلى أراضيها، ولكنها لن تسمح به أيضا. إذا موقف مصر لا علاقة له، بالعكس ده إذا كنت عايز تربط بين حدث اليوم وبين الوضع في غزة فهو ربط من حيث أن مصر بتصرفاتها المسؤولة وضبطها للنفس وحكمتها في التعامل مع الموقف ودورها الذي يعني مش عايز أقول لا بديل له بحكم الجوار، بس هو كده لا بديل عن مصر طبعا بحكم التاريخ طبيعي. فإحنا ما فيش بديل على المسار السياسي وعلى المسار الإنساني. هناك تقدير ضخم للغاية، ليس فقط على ان مصر بتدخل المساعدات، لا على انها تتحمل الصعوبات والعراقيل والعقبات بدون يعني ان تمل او تترك الموضوع لا اطلاقا. هناك اصرار مصر على ذلك، وهناك ايضا تمت مناقشه الممر البحري اللي جاي العمل عليه لقبرص من قبرص لغزه، ومصر بترحب وزي ما بيان وزاره الخارجيه بنرحب بالممر ولا بالمينا اللي بيفكروا الامريكان يعملوا، بنرحب بجميع، بنرحب بانواع المساعدات ووصول المساعدات لغزه. بنرحب ان الوضع في غزه لازم ينتهي، وهناك بالطبع انت تعلم والجميع يعلمون ان هناك يعني وساطه مصريه قطريه امريكيه تعمل على مدار الساعه واللحظه وتتحمل صعابا كبيره جدا في سبيل ذلك. مصر هدفها وقف اطلاق النار، ونرى اليوم ان الموقف الدولي يتطور ليقترب بشدة من الموقف المصري اللي هو ثابت من يوم يعني منذ بداية الأحداث من 7 أكتوبر حتى صح؟ اليوم موقف مصر ثابت منذ هذه اللحظة، وكانت مواقف الكثيرون بعيدة عنه صح. الآن لو حضرتك يعني دققت في البيانات اللي طلعوا في تصريحات القادة الأوروبيين، حتى الدول التي كان يعني موقفها في البداية كانوا داعمين إسرائيل أتجد اليوم مواقف تانية. الحاجة التانية السيد الرئيس طالب اليوم النهاردة الدول الأوروبية والعالم والمجتمع الدولي كله بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كطريق لتنفيذ وتفعيل حل الدولتين. هل جرى في المباحثات الثنائية حديث في هذا الشأن، وردهم إيه على اعتراف؟ ردهم أن هناك هناك زي ما أقول لحضرتك مواقف، موقف إن مصر موقفها قايم على المبادئ وعلى المصالح الاثنين، فهو موقف قوي وراسخ. عشان كده المواقف الأخرى هي التي اقتربت من موقف مصر. هناك تفاهم كامل لحل الدولتين وموافقة كاملة عليه. ليس ذلك فحسب، بل الكثير من القادة الأوروبيين لم يكن كلهم يرون أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد، وأن من حق الشعب الفلسطيني الحصول على دولة مع ضمان أمن إسرائيل. ومصر لا تمانع في ذلك، لا تمانع إطلاقا، بل وقدمت العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، وما زال العمل جاريا. المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.